اهلا وسهلا بكم في دوري المحترفين لشكوبا. مشاهدينا الكرام، في هذا الدوري تحركت المباراة وكانت على نسق ممتاز، حيث كان في جو التقاعد الاختياري الاخوي. قامت المباراة بين الرئيس سعيد الكوال والرئيس حسين. استمرت المباراة في أجواء جميلة، ولكن سرعان ما انقلبت من ملهاة إلى مأساة، إذ قام الرئيس سعيد الكوال برمي أوراق الكارتة على اللاعب الرئيس حسين. تعفلق الرئيس حسين واشتطت اللجنة وقررت بأن تقصي اللاعب سعيد الكوال من كل الملاعب في جميع الشعبيات. العالم يتكلم تذكر ونقلت وجو بطم، وانت قاعد له يضم فوريقات الكارطة. عالم فات النعشة دولي وانت متكمكم في حولي، تحسب بالستين نزول بتسكر هالكارطة. عالم للمريخ وصل ويصور بالديجيتل، وانت متركن في الطل وتمشكي في الكارطه.